هذه الشيلة إهداء إلى الخال منيف المغامس من أبناء نواف محسن العاقل. الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح. منيف يا نسل الأكابر يا الأصيل شيلات الفرح يا شامخ بالمجد من هو طايلة تراحيب تقاعد يا كاسب المعروف بالفعل الجميل والخاصة هناك يا المعرس فعولك هايلة أو من خارج هناك يا المعرس فعولك هايلة 6 8 7 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
الجميل بعلى الجميل هناك يا المعرس فعولك هايله مني فناجت لكم مثلك مستحيل هذا الكرم والجود انت حاملاه هذا الكرم والجود انت حاملاه هناك على كل الربع قلبك يميل الخير افعالك كثيره وكامله ما حد مثلي طبعك سيفك هو ثقيل والسيف يغلب اليد اللي حاملاه يا ابو الكرم والجود والطبع الجليل مراحل امجادي بلجل مجدله مراحل امجادي بلجل مجدله مني في نادر لا ولا في له مثيل طيبه واخلاقه مع شمايله موت عرسك يا ابو السيف الثقيل يا جالب المعدوم في هوايله يا نادر مثلك نلاقيهم قليل مني في منهم من الرجال ماثله مني في منهم من الرجال ماثله شجاع ومقدام بفزعته يشيل حمل الجبال الراسية الكاهله فين الرجال منيف وانا عندي دليل منو الذي يقدر يرد جمايله يشيل ضيفه فوق ذر مشلك حيل معرب الجدين نعم العايله معرب الجدين نعم العايله منيف المغامس كمل عذره ثقيل وتنقذ الملهوف وقت النازله حتى الاصايل لك لها احلى صهيل كل واحد منها يودنك الى منيف المغامس رجل جاه من نبيل من الرجال من هش جاع قابله من الرجال من هش جاع قابله الا تبارك يا ابو القلب النحيل هناك وكل واحد كتب رسائله دايم كالخيل طويل والخير منها نازله فما وصفت كل اوصافي قليل كل الوصايف ليك ما هي شايله كل الوصايف ليك ما هي شايله الباقي بالافراح انا قبل الرحيل اقول مبروك والسعاده حاصله اقول مبروك والسعاده حاصله ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع.